احنا لسه بنسخن في كاس العالم، لسه بنبدا بعد كام ساعه من المباراه الافتتاحيه، ويعني بنتكلم عن خساره المنتخب القطري اكيد في هذه المواجهه امام المنتخب الاكوادوري، واللي كان يعني فيها استغراب كبير جدا من المستوى اللي ظهر به المنتخب العنابي. ولكن بغض النظر طبعا عن المباراه الافتتاحيه بالنسبه لكل المنتخبات، احنا لسه في بدايه المشوار في دور المجموعات، واللي بيتقال بقى ايه يعني واضح كده ان عنوان المونديال الحالي هو الغزاره التهديفيه. كمان معانا يعني بعد تاني يوم على طول سداسية إنجليزية وطواحين هولندية، وعندنا ابن جورج ويا بيسجل لمنتخب أمريكا، وقت بدل ضايع بيوصل لعشر دقايق. يعني بنتكلم عن ليلة كانت كبيرة ومهمة وفيها أحداث كتيرة حصلت امبارح من مونديال قطر 2022. خلونا برضو نتكلم عن نقطة سريعة، بما أننا اتكلمت عن موضوع بقى الغزارة التهديفية، النهاردة وبكرة وبعده هيكون بيلعب النجوم اللي سجلوا أكبر عدد من الأهداف في تاريخ المونديال في الوقت الحالي، احنا بنتكلم اللي لسه بيشاركوا في المونديال لحد دلوقتي، مش بنتكلم بقى على هدافين تاريخيين، يعني مش بنقول بقى رونالدو البرازيلي او كلوزا او بيليه، لا بنتكلم على لعيبه لسه رجليهم في الملعب لحد دلوقتي وهم اللي متصدرين قائمه هدافي المونديال. خلونا نروح لاول لاعب فيهم، مولر طبعا نجم المنتخب الالماني، لعب 16 مباراه وسجل 10 اهداف، وده بيصنف رقم كبير جدا. هيكون بيلعب مع منتخب بلاده بكره يوم الاربعاء امام المنتخب الياباني، والحقيقه لو هنقف عند منتخب اليابان اكيد يعني عايزين نشوف المنتخب الياباني هيكون بيلعب بشكل عامل ازاي، ولكن يعني هبقى ارجع لنقطه النقطه بتاعه جماهير المنتخب الياباني لان كان ليهم فيديو منتشر، ولكن اقول معاكم برضو بقيه اللعيبه زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه يعني التفاصيل والارقام الخاصه بيهم. تاني لاعب هو نجم منتخب الاورجواي والهداف الكبير لويس سواريز، واللي لعب 13 مباراه في المونديال وسجل منهم 7 اهداف، وعنده ماتش يوم الخميس امام كوريا الجنوبيه. ثالث لاعب هو كريستيانو رونالدو، طبعا نجم واسطوره المنتخب البرتغالي، واللي كل الانظار بتتجه اليه يعني في التوقيت الحالي مع تصريحات قبل انطلاقه المونديال اللي كانت مثيره جدا جدا وعليها جدال كبير، فهيكون عنده اول ظهور ليه، وبنتكلم عن طوال مشاركته المونديالية، لعب 17 مباراة وسجل فيهم 7 أهداف، وعنده ماتش يوم الخميس وهي ضربة البداية أمام المنتخب الغاني، مباراة أكيد قوية جدا. أما رابع الهدافين هو هاري كين، واللي لعب مع منتخب بلاده امبارح المنتخب الإنجليزي، لكن ما سجلش، شارك قبل كده في 6 مباريات سجل فيهم 6 أهداف. والنجم الخامس هو البرازيلي نيمار، واللي عنده ماتش برضو مع المنتخب الصربي يوم الخميس. نيمار لعب 10 مباريات سجل فيهم برضو 6 أهداف، نفس عدد أهداف هاري كين، ونفس عدد أهداف برضو ليونيل ميسي الساحر المنتظر ظهوره بشكل كبير جدا النهاردة أمام المنتخب السعودي، سجل 6 أهداف من 19 لقاء خضهم بتيشيرت المنتخب الأرجنتيني. سابع النجوم اللي هيكون لي مشاركة في هذه النسخة من المونديال كهدافين هو الكرواتي إيفيان بيرزيتش، واللي لعب 10 مباريات وسجل فيهم 5 أهداف، نفس عدد أهداف البلجيكي روميرو لوكاكو مهاجم الانتر ميلان، واللي عنده مباراة بكرة مع المنتخب الكندي، وكمان الأورجواياني كافاني سجل برضو 5 أهداف من 14 مباراة، وعنده زي ما قلنا مع سواريز مباراة أمام كوريا الجنوبية. الخميس وأخيرا الفرنسي كيلياني امبابي، واللي برضو ناس كتيرة جدا بتراهن عليه وعلى إمكانياته مع صغر سنه مع المنتخب الفرنسي، لعب 7 مباريات وسجل فيهم 4 أهداف، وأول مباراة ليه هتكون النهاردة أمام منتخب أستراليا. كل يوم ليه طابع مميز، كل يوم في ماتشات مهمة وفي نجوم هتكون منتظرة بالنسبة لكل جماهير وعشاق كرة القدم على مستوى العالم هيكونوا بيقدموا إيه مع منتخبات بلادهم.